مساء الخير. خلونا نشكر الرب من أجلكم وخلونا ناخد أماكننا. نشكر الرب الذي أتى بنا بكل خير وبركة، له لنا بركة في هذا المساء. وصدقني يا أخي، هو بيأتي ويده مليئة وعايز يعطي. إحنا اللي مرات بنكون مش عايزين أو مش قادرين ناخد. هموم العالم وثقل الحياة مرات بيخلي الواحد مش قادر ياخد من عند السيد، لكن من فضلك تعال إليه ونزل كل أحمالك عنده وقول له يا رب أنا آتي وعايز بركة من عندك. يا أخي ده فيش حد ما حصلتش ومش هتحصل، بيأتي إليه والرب يرفض إن هو يعطيله. أعطى الخطاة وأقصى المجرمين وأقوى الناس تعصبا إذا أتى وعنده رغبة إن هو ياخد الرب يعطي. سيدنا الكريم يا رب، إحنا بنشكرك لأنك بذاتك يا رب تنازلت من 2000 سنة علشان تقضي على الصليب من أجلي. أخ يا سيد الكريم، ما أعظمك أنت بذاتك الآن موجود في وسطنا. أنت رب اللي عايز بركة، بل أمرت بالبركة لكل واحد فينا. يا رب أنا بشكرك يا سيد الكريم، لا يمكن يا رب أنه يكون صدفة وجودنا في هذا المكان وفي هذا الجو البارد، لا يمكن. لكن يا رب بشكرك لأنك عندك كلمة لكل واحد فينا، عندك يا رب كلمة تعلم بها، عندك يا رب كلمة تفرح بها، عندك يا رب كلمة تبكت بها، عندك يا رب كلمة تغير بها يا سيدنا. عشان كده يا رب آتين إليك يا رب وعنينا عليك أنت وحدك. يا رب بنشكرك يا سيدنا لأن احنا آتينا. أشكرك يا رب من أجل بلادنا اللي بنتعبد فيها حرية. صحيح يا رب الشر كثير وعنيف من حولنا، بس على الأقل يا رب بنأتي ونتعبد بحرية. يا رب بشكرك يا رب من أجل عبيدك الذين أتوا. بصلي يا رب أنك تملأ جعبة كل واحد فينا يا سيدنا بفرح وترنيم حقيقي من القلب. أشكرك يا رب من أجل عبدك المرنم. بصلي يا رب أنك أنت تقود يا رب بترنيمات بالروح يا سيدنا. سيدنا الكريم، احنا اكتر من 2 أو 3 يا رب، ممكن نكون بالالاف لكن العينين ما تكونش عليك، لكن يا رب انت عايز 2 أو 3 يكون بس عينيهم عليك. عشان كده يا رب نحوك اعيننا يا سيدنا في هذا المساء. يا رب بركة من اجل عبدك وخادمك يا رب من سيكلمنا الليلة، بوق فيها يا رب بحسب مشيئتك يا سيدنا الكريم. صلى رب من أجل المتأخرين، المتغيبين، المسافرين، المكسلين يا سيدنا. بصلى رب من أجل الكل يا سيدنا الكريم. أشكرك لأنك استمعت واستجبت لك كل الكرامة والمجد. آمين. آمين. نشكر رب يا أحبة. مساء جديد يأخذنا فيه الرب في ترنيم وتأملات. ونفسي كده أنه الواحد ما يفتكرش إنه ده روتين تعودنا عليه، لكن بنأتي كل مرة علشان ناخد شيء جديد. خليك كده رنم بالروح، رنم باللسان، رنم بالقلب، واستمع لكلمة الله المباركة. بشكر رب من أجل أخونا عصام، ربي يباركك أخونا. صلي إنه هو يقوده في ترنيمة. تفضل حبيبي. مجدا ومبارك اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أنا أشكر الرب من أجل هذه الفرصة أن نكون معا في محضر الرب. مكتوب ذابح المجد الحمد يمجد.
خلونا نقدم هذه الذبيحة، ذبيحة تسبيح بقلوب فرحانة ومكرسة للرب. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيبي عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. ذبيحة حية مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيبي عندي رجلين، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. أقدم نفسي ذبيحة حية مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيبي عندي رجلين، ما بقاش في حياة غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. ارجع لكل اله عبدته معاه، وعلم على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي كل سنين، ويقعد يصنع هنا يحمل مجدا. برجع لكل إله عبدته معاه، وعلمت سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويقعد يصنع لينا يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. اختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. أمين. تعالوا نرنم عن صلاح الرب. إلهنا إله صالح، مكتوب احمد الرب لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. أشتان الرب. هللويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته. هاللويا الرب صالح، هاللويا الرب صالح، هاللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته، إنه أشبع نفس مشتهية صالح. هاللويا
صالح إلى الأبد رحمة نجنا من الظلمة وأضي إلى للموت كل قيودنا قد قطعها قلبي الرب صالح هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمة مجدا مجدا لاسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتي رهيب جدي رفع رايت الصليب يا عجيب يا مرة تانية مجدا لي مجدا لي مجدا لاسمك يا عجيب شكرا لي عملك في حياتي رهيب جدي رفع رايت الصليب يا عجيب يا ابن الله وحدك صانع عجائب وصانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك انت رب القوات افتح عيني للأعمى وتهون الأموى وتهدي البحر بكلمة يا عجيب مجدني مجدني اسمك يا عجيب عملك في حياتنا رهيب اشجودني رفع رايت الصليب يا عجيب يا ابن الله احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا ربي وحدك ضامن حياتنا ونمشي على كفي يا راعي موجنا الصالح كل اللي بتتكلم عليه بتبعنا خير ورحمه يا عجيب يا عجيب شكرا لي عملك في حياتنا رهيب بجودي رفع رايت الصليب يا عجيب يا ابن الله مستني حضورك تملأنا بالإيمان تملأ أرضينا بنورك يا صاحب السلطان خلي حياتنا الشهادة ملكوت مرسلنا على خرمك يا عجيب مجدان مجدان اسمك يا عجيب شكرا عملك في حياتنا رهيب بجودي رفع رايت الصليب يا عجيب آخر مرة مجدان مجدان مجدًا اسمك يا عجيب شكراً عملك في حياتنا رهيب بجودي رفع رايت الصليب يا عجيب يا ابن الله أمين مجدًا لي أمين لك المجد يا رب الصلاة اللي صلاها الأخ الحبيب ركز فيها على خلونا ننظر اللي منتبه أو مركز نرفع عيوننا إلى فوق مهما دور مش هلقى معين غير شخصك أنت وراعي أمين وتملي معايا ده أغلى ضمان ولا تتغير على مر السنين ثبت أنظاري يا ربي عليك وأسيب الكل وامسك بيك وفي كل يوم بعدي علي يكون هدفي على طول أرضي مهما أدور مش هلقى معي غير شخصك أنت وراعي أمين مهما
أدوق مش هلقى معي غير شخصك أنت وراعي أمين وتملي معايا ده أغلى ممر ولا تتغير على مر سنين ثابت أنظاري يا رب علي وأسيب الكل أمسك أنظاري يا رب علي وأسيب الكل وأنسك بيه وبكل يوم بيعدي علي يكون هدفي على طول أرضي وتكون خطاتي تملي مكتوب عنه أبرع جمالا من بني البشر حلقه حلاوة وكله مشتايات حلو سيدك ما فيش زيه كلمة سيارة هو فرحك وقت أحزانك لما تمشي في رحاب ضيه يبقى زمن الحب زمانك زمن الحب زمان حلو حلو
فرحك وقت احزانك ما تمشي في ريحك ضايق يبقى زمني حبي زمانك حلو سيدك لما تلاقي الكل يسيبك في جروحك يبقى رفيقك هو الباقي يلمسك ويطيب روحك حلو سيدك لما تلاقي الكل يسيبك في جروحك يبقى رفيقك هو الباقي يلمسك ويطيب روحك حلو لما تمشي في حبضي يبقى زمني حب زمانك حلو يسير اسمع منك وفرحك قد احزانك لما تمشي يبقى زمني وألامك في إيديك الطريق حلو سيدك يشفي داك لما دول قاطب بيخين يحيي رجاك يبقى شفاك وألامك في إيديك الطريق حلو سيدك هو فرحك لما تمشي بريحة بغاية يبقى زمن الحب زمان حلو سيدك هاي مش زي هو فرحك وقت احزان لما تمشي بريحة بغاية يبقى زمن كان ألمك هو بيعرف يحملك زي النسور حلو سيدك لما بيلمس يشعر بحنان كل كسور وما كان ألمك هو بيعرف يحملك زي النسور حلو سيدك فرحك وقت احزان لما تمشي فرحة ضايق يبقى زمن الحب زمان حلو سيدك هاي مش زي وفرحك وقت احزان لما تمشي فرحة ضايق يبقى زمن ترنيمة رنمناها يوم الأحد والأخ هنري طلب أنه نرنمها ونتعلمها مع بعض كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك في هيبة الفخار الأعظم يقدر أن يصنع مني ومنك وعاء آخر مثلما يحسن في عينيه هو. أمين شكرا لك على تعبك فينا وتشكيلك فخاري حكيم على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلب رحيم تعلمناها وما
أتصور هنا الدنيا باردة، الدنيا طيبة، برد برا، فيا ريت نشارك مع بعض ونتساعد. أمين. كل إناء مقسوم الشقة، ربي جمال في هيبة، فاضي ولكن في بنسدة، في مش بس يكون مليان. شكرا لك على تعبك فينا، تشكيلك فخاري حكي، على الصبر على كل فشلنا، وأناتك يا أبو قلبي رحيم. اظهر عمل النعمة في أوان مليانة عيون، بس إيديك اتمدت وابتسم فيها المحبوب. اظهر عمل النعمة في أوان مليانة عيون، بس اتمدت وابتسم فيها المحبوب. أرجو كمل شغلك فيها، وأواني كرامة خليها. أرجو شغلك فيها، وأواني كرامة خليها، تشكيلك هو الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم تعيش. رغم فساد شوه قوانينا، رغم محاولة تشريه، من زيك مش هتفشل فينا، انت عظيم جاي بتغيير. اظهر عمل أوان مليانة عيون، بس إيديك اتمدت وابتسم فيها المحبوب. اظهر عمل مليانة نعيش جو السماوية، فينا نصيب من نعمة يفضل من قلبك دايما فيه. وقت ما نتعب وقت ما نفشل، تلحقنا سدة وتعبير. اظهر عمل نعمة في أوان مليانة عيون، بس إيديك اتمدت وابتسم فيها المحبوب. اظهر عمل نعمة في أوان مليانة عيون.
نستمع للكلمة اللي الرب مهيئنا إياها على فم أخونا الحبيب الأخسامي. سفر الأمثال الإصحاح الأول أعتقد في آية مهمة تقول: أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. عايز أعود قدامك أفرح وأشبع بك، وهذا هدف هذا الاجتماع وهدف هذه الجلسة. الرب موجود في الوسط، خلونا نفرح به ونشبع به. أصغي لكل كلامك، أنا متعلق به، أنا ماليش غيرك أنت يا خيري في أيامي، أنا ماليش غيرك أنت يا عزايا والسلام. كل رجايا فيك يا رب، لك المجد يا رب، وبقلبي بناديك. كل رجايا فيك وعنايا اتفقنا عنا، عيوننا خليها تكون على الرب، وبقلبي بناديك يا إلهي يا راعي. أنا ماليش غيرك أنت يا خير الأيام، أنا ماليش غيرك أنت يا عزايا والسلام. كل رجايا فيك وعنيا عهدي، وبقلبي بناديك يا إلهي يا راعية. كل رجايا فيك وعنيا عهدي، قلبي بلديه يا إلهي يا راعية. فعصبتي ورنت وقول لك مديون لي، مهما اشكر واتكلم مش ممكن اوفيه. ارفع صوتي ورنت وقول لك مديون لي، مهما اشكر واتكلم مش ممكن اوفيه. أنا ماليش غيرك أنت يا خير الأيام، أنا ماليش غيرك أنت يا عزايا والسلام. أنا ماليش غيرك أنت يا خير الأيام، أنا ماليش غيرك أنت يا عزايا والسلام. كل رجايا فيك وعنيا عهدي، وقلبي بناديك يا
إلهي يا معي رجايا فيه وعليا عليه والقلبي بناديه يا إلهي يا راعي كل رجايا فيه وعليا عليه والقلبي بناديه يا إلهي يا راعي أمين لهنا كل المجد. الرب يبارككم. شكرا لكم, شكرا لتشجيعكم وترنيمكم حلو, لكن خلونا في هذه الفرصة نفتح قلوبنا ونهيئ نفوسنا حتى ما نسمع الكلمة على فم أخوي الحبيب أخ سامي عازر. أنا المرة الفاتت فاتني أنا أقدمه, بس أخ حبيب وأنا بعتز بالخدمة والعلاقة الأخوية الحلوة الصادقة بيني وبين. الرب يباركك سامي ويستخدمك في كل مكان الرب يرسلك إليه. تفضل. مجدا للرب يسوع المسيح. مشتاق ان نرفع قلوبنا قدام الرب, ننحني في سجود قدامه. الرب يبارك الدكتور سيمون يقودنا في الشكر امام الرب. مزمور 105 من عدد 1 إلى عدد 17. مزمور 105 من عدد 1 إلى عدد 17 بيقول الكتاب: أحمدوا الرب, أدعوا باسمه, عرفوا بين الأمم بأعماله, غنوا له, رنموا له, انشدوا بكل عجائبه, افتخروا باسمه القدوس, لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته, التمسوا وجهه دائما, اذكروا عجائبه التي صنع, آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبراهيم عبده, يا بني يعقوب مختاريه, هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه. ذكر إلى الدهر عهده, كلاما أوصى به إلى ألف دور, الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق, وقسمه لإسحاق, فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا, قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم, إذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها. ذهبوا من أمة إلى أمة, من مملكة إلى شعب آخر, فلم يدع إنسانا يظلمهم, بل وبخ ملوكا من أجلهم قائلا:
لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا. أمين. الرب يبارككم. مشغول أتكلم في عدد 17، بيقول كتاب أن ده فعل من بركات الرب مع شعبه. لما الرب يصنع خطة لشعبه فهو يتولى التنفيذ. فبيقول هنا من ضمن البركات أرسل أمامهم رجلا. في كل الكتاب بنشوف أن الرب بيبحث عن رجل ليرسله في مهمة إلهية. الرب عنده مهام يرتفع مستواها ومستوى أهميتها إلى مستوى الذي أرسله. ما فيش أعلى من مستوى إلهنا. فلما يقول الكتاب أرسل أمامهم رجلا، الكلام اللي هنتكلم فيه ده مش في الماضي، لا ده في 2023. والكلام اللي الرب بيقوله النهاردة رجالة وستات، ما فيهوش رجالة أو ستات، لا لا، ما عندش الرب، ما عندوش كده. عايز إيه يا رب؟ عايز في 2023 بدور على إيه؟ بدور على راجل. أرسل أمامهم رجلا. في سفر حزقيال 22 وعدد 30 نشوف نفس الفكر للرب. كنا في سفر المزامير، سفر حزقيال نفس الفكر. سفر حزقيال صح 22 وعدد 30 يقول وطلبت من بينهم رجلا. هيعمل ايه بقى؟ يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الارض لكي لا اخربها فلم اجد. تاني الايه دي اصلها مليانه شويه. طلبت من بينهم رجلا، عايز ايه؟ بيقول يبني جدارا. ايه الحكاية؟ يفكرنا بمين اللي بنى السور؟ نحامية. مع ان عزرا سبق وبنى الهيكل، بس كان الهيكل وضعه ايه؟ منجس. ليه؟ اصل هو الاهم الهيكل ولا السور؟ أنه أهم. شفت بقى إزاي الكلام حلو؟ لما يقف نحامية ويقولوا له الأعداء انزل، يقول لهم أنا آسف، أنا عامل عملا عظيما. إيه اللي عملته يعني؟ إيه اللي عملته؟ قال بنيت سور. والرب هنا طالب إيه؟ رجلا يبني جدارا. بس كده؟ قال هو ده أساس القداسة، هو ده اللي هيمنع طوبيا العبد العموني وجشم العربي وكل دول انهم يعملوا مخادع جوه بيت الرب. مين اللي هيمنع الحاجات دي؟ السور، الجدار. يقف نحامية ويقول للباعة كده، لو جيتوا هنا يوم السبت تاني ها انا هنفذ فيكم الاحكام. علشان كده سفر نحامية يعلن ان السور عملا عظيما
والرب هنا بيقول أرسل أمامهم رجلا، وفي سفر حزقيال بيقول طلبت من بينهم رجلا. بس وضح شوية في سفر حزقيال هيعمل إيه؟ يبني جدارا، ده نمرة واحد، يعمل فاصل بين شعب الرب والعالم. وفي شريعة الرب يقول له لما تبني بيت لازم تبني له سور، ما ينفعش البيت من غير سور. يا رب وانت همك الأسوار. أيوة أنا بيهمني الانفصال، فالانفصال يبدأ بمبدأ بناء الجدار أو السور. أرسل أمامهم رجلا يبني جدارا، وبعدين يقول إيه تاني في سفر حزقيال 22 وعدد 30، ويقف في الصغر. يعني إيه يقف في الصغر؟ خدوا بالكم حبايب، احنا دلوقتي مش بنشوف الحاجات دي كتير، بس كان زمان يعملوا قلاع، كل جيش بيعمل قلاع. القلاع دي يسموها الصغر، اللي بيقف يحامي عن المدينة. يعني انا بدعوكم كلكم تيجوا تزوروني في اسكندرية عشان أفرجكوا على قلعة من القلاع دي، جميلة جدا. إيه الحكاية؟ لازم يقف الجندي الحقيقي والجنود الحقيقيين يقفوا جوه الصغر ده أو القلعة دي عشان يصدوا الإيه؟ الهجوم. إيه ده يا رب ده؟ ده أنت طلبت من بينهم رجلاً وأرسل أمامهم رجلا عنده شغل كتير جدا جدا، وعنده حرب قوية جدا جدا. قال طول ما أنت في البرية هنا إحنا في الحرب، عشان كده أنا بطلب إيه؟ راجل. ولما أرسل راجل، إحنا اتفقنا بقى كلمة راجل دي تنفع راجل وإيه؟ وست. طبعا لما نيجي نذكر كلمة رجل مرسل مش هنلاقي أكمل ولا أعظم من الرب يسوع المسيح. فيقول الكتاب في رسالة العبرانيين صح 6 عدد 19 و20، عبرانيين 6 عدد 19 و20 بيقول إيه بقى؟ في عدد 19، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. مين ده بقى؟ بيقول حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. يبقى لما أرسل أمامنا ودخل سابق، مش إحنا الأول، ما إحنا لو دخلنا الأول ما لناش قبول، لكن القبول كله لشخص الرب يسوع المسيح. عشان كده أنا بعلن لكل شخص بيسمعنا عن نت أو بيسمعنا في أي حتة، ليس لك قبول إلا في شخص الرب يسوع المسيح. إن لم تحتمي بالدم فليس لك قبول. فين أبديتك؟ الأبدية أين تكون؟ الرب يسوع المسيح دخل كسابق من أجل كل الذين لجأوا إليه. وقف في يوم وقال له ارحمني أنا الخاطي، ارحمني أنا الشرير. يجي الرب يغسله بالدم الكريم. علشان كده يا حبايب الرب يسوع دخل كسابق لأجلنا، بس مش لأجل كل الناس، لا، لأجل اللي اتولدوا من فوق،
لأجل اللي اعترفوا بخطاياهم، لأجل اللي تابوا توبة حقيقية. يا ترى كان الرب يسوع المسيح ناجح في إرساليته؟ نعم. والنهاردة هو فتح حضنه لكل من يقبل إليه، بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارج. طيب احنا شفنا كمال الإرسالية وكمال الشخصية في شخص الرب يسوع المسيح، بس احنا كمان في 2023 احنا مدعوين ان تكون لنا نفس الإرسالية. يقدر الرب يشاور على كل واحد ويقول انت ارسل امامهم فلان، ارسل امامهم فلانة من اللي موجودين هنا واللي بيسمعونا على النت. علشان كده يا حبايب تعالوا نشوف ايه شكله الراجل اللي الرب بيرسله ده. الكتاب هو اللي هيقول مش احنا. في سفر الملوك الثاني صح 4:9 رجل الله اليسا تقول عنه الشونامية في ملوك الثاني 4:9 فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله. هذا الرجل اللي الرب عايزه، ده الرجل اللي الرب هيرسل. قولي لنا أنت تعرفي عنه إيه؟ قالت علمت أنه رجل الله مقدس. وأنا عايز أقف عند كلمة مقدس علشان نفهم الأمور صح. مقدس مش معناها عدد خطايا قليلة أو كتير، لا وما يقصدش كده. مقدس يعني إيه؟ الست دي بتقول عن أليسا أن الراجل ده ملك لإلهه صافي، محدش بيملك عليه، محدش له سلطان عليه، هو بيمشي حسب سلطان إلهه. بصوا حبايب احنا النهاردة ربنا يساعدنا ان حياتنا تعلن مين السلطان علينا. احنا بنوزع اللقب ده على كل الناس. يا رجل الله، ازيك يا رجل الله، ربي يباركك يا رجل الله، حلو 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 خالص. بس عايزين نوصل بقى، هل حياتي تعلن انا ملك مين؟ هل حياتي تعلن مين سيدي؟ ليش كان كده؟ هو ما مشاش بيافطة كده يقول أنا ملك الرب، لا لا خالص، ما نسمعش أنه يقول دي. لكن زي الست دي عرفت أن الرب بيحركه، ده كان ساعات يجي وساعات ما يجيش ويختفي. فين أنت؟ أنت كنت فين؟ أصل الرب أرسلني، أصل الرب بعتني في حتة الفلانية. عايزين يا أحبة ناخد بالنا أن رجل الله ملك لله، ملك صافي. ربنا يساعدنا علشان احنا محتاجين نعلن هذه الحقيقة أن رجل الله مقدس. أرجع للرب يسوع تاني في إنجيل يوحنا صح 17:19. إنجيل يوحنا صح 17:19 يقول الرب يسوع بيتكلم عن نفسه، بيقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا
مقدسين في الحق. مين هو الحق؟ هو الرب نفسه. بنفهم من الآية دي هو الرب يسوع كان عنده خطية؟ لا، ما كانش عنده خطية، ما فيهوش خطية، ولم يفعل خطية، ولا يعرف خطية. لكن كلمة أقدس أنا ذاتي معناها أنا بخصص نفسي ليهم. اللي خصص نفسه ليا، الغالي خصص نفسه ليا، أنا الرخيص سهل علي أن أنا أخصص نفسي، أخصص نفسي لي. رب يدينا نعمة، عشان أول صفة في رجل الله اللي المقصود أرسل أمامهم رجلا، طلبت من بينهم رجلا. إيه ده؟ ده بيقول عنه، بتقول عنه الست بتشهد، رجل الله إيه؟ مقدس. والرب يسوع من أجلنا وقدس لينا نفسه. دينا القدير نعمة، عشان من الليلة أقول له أنا ملكك، مش ملك أي حاجة تانية، مش ملك أي شهوة تانية، مش ملك أي رغبة تانية. لكن رجل الله للرب بيرسله له صفة تانية مهمة. رجل الله اللي هيرسله مطيع، بيطيع الرب. في رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 8 يتكلم عن إبراهيم أبو المؤمنين، كبير المؤمنين. بيقول إيه عن إبراهيم؟ في عبرانيين 11 وفي عدد 8 بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيداً أن يأخذه ميراثا. بس الجزئية اللي جاية دي ناخد بالنا منه. فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. سؤال، هو إبراهيم كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ كبير ولا صغير؟ لا كبير. يعني لو أيامنا كده مردوش يشغلوه، يقولوا انت على المعاش. إبراهيم الراجل الكبير ده بيقول عنه فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ولما إبراهيم يحكي عن الفترة ديت يقول لملك الفلسطينيين وحدث لما أتاهني الرب. يا إبراهيم أنت كنت تايه؟ قال لا أنا ما كنتش تايه ولا حاجة، بس أنا كنت على كتافه، هو كان شايلني وأنا مش عارف هو موديني فين، بس أنا واثق إن هو عارف هروح فين. علشان كده يا أحبة الرب عايز راجل يبعته، فالراجل ده يكون ايه؟ مقدس مطيع، زي طاعة ابراهيم كده. في تكوين 22 وعدد 2 يقول له ابراهيم قدم اسحاق ابنك، ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق على أحد الجبال التي أريك. إبراهيم في التو ياخد القرار. علشان كده أحبة كل رجال الله اللي غيروا التاريخ، كل رجال الله اللي قادوا البشارة بكلمة حقيقية غيرت ممالك، كانت أشخاص مطيعة للرب ولوصيته. إذا كنت تريد أن تكون مؤثر في الوسط اللي أنت فيه، أنت تحتاج في البداية أن تختبر الطاعة في حياتك وفي حياتي أختبرها. أنا عايزك تتصور أنك مكان إيليا، وفي ملوك الأول 17 وعدد 3 الرب يقول له إيه؟ روح اقعد عند
نهر كريس. قعد قد ايه إيليا؟ قعد لحد ما النهر جاف. معلش سامحوني اسالكوا سؤال، لو انت عديت كده من على نهر كريس ولقيت إيليا قاعد وراجع تلاقي إيليا قاعد ورايح تلاقي إيليا قاعد وراجع تلاقي إيليا قاعد، في الاخر هتقول ايه؟ ايه الراجل اللي قاعد ده؟ ما تقوم تشوف لك شغلان. انت قاعد ليه؟ يعني انت صليت كل المدة دي؟ يعني انت وراك ايه؟ يا حبيبي ما تتدخلش، ما تتدخلش، هو عارف شغله، ولما يقعده كده ده اختبار منه وصناعة في حياة إيليا. انت عايز تخش في صناعة الرب في حياة إيليا؟ لا فحش، مش هينفع. وإيليا مش هيهمه، إيليا هينفذ وصية الرب، لأن رجل الله إيه؟ مطيع. هيقولوا عليك مش مهم، طب يعني ليه ما يقومش؟ مش هيقوم. الرب قال له عايز كده خلاص، لما هو عايز كده خلاص أنا مطيع لي. طيب وفي صح 17 من ملوك الأول عدد 9 يقول له قوم، يقوم. يروح فين؟ قال له روح عند أرملة في صرفة صيدون، هناك أمرت أرملة أن تعولك. هيعمل إيه؟ هيشتغل إيه إيليا؟ لا هيشتغل بقى، في شغل هنا، في شغل عند الأرملة، في شغل. بس الخبطة اللي يخبطها رجل الله المطيع محدش يعرف يعمل، محدش يعرف يعمل. كم واحد قال للأرملة ديت كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص؟ كم واحد يقول لها الكلمة دي؟ ولا واحد. الله، ده أنا من شوية كنت معدي عليه، ده راجل عطلان قاعد عواطلي. لا يا حبيبي، مين اللي قال لك كده؟ أنت ما جربتش العلاقات مع الرب، ولا سمعت صوته، ولا عرفت معاملاته، ولا عرفت إزاي هو بيتعامل مع أولاده. ياك هو ما لقيلوش شغل فقعده؟ لا، ده هو قعده كده وقال له تقول كلمة وأنا وراك. مش هو ده إيليا اللي لما مات الولد جات له الست قالت له هل جئت إلي لتذكير اسمي؟ ها؟ مالك في ايه؟ الولد مات، لكن الكتاب يقول لنا ان الرب استخدمه في اقامة الايه؟ الميت. استخدمه في شغله ولا ما فيش؟ فيه، بس في وقته بأمره واسلوبه. رجل الله مقدس، رجل الله مطيع، كمان رجل الله جاهز. هو قاعد بس جاهز. ها؟ جاهز لإيه؟ للأوامر الإلهية. في إشعياء 6:8 الكلام الشهير جدا اللي الرب قاله. قال ايه الرب لإشعياء؟ قال له من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ طلبت من بينهم رجلا. بيقول كده ان إشعياء رد وقال له هانذا ارسلني. رجل الله جاهز للخدمة. عايز اقول لكم ايه حقيقه، انا دخلت الجيش خدمت سنه
واربع شهور ما ضربتش طلقة رصاص واحد. يعلم الله ما عرفش يعني لو قالوا له خدها اضرب ما عرفش. ما كانش مطلوب مني اعمل كده، ما كانش مطلوب مني اعمل كده، لكن انا لابس لبس الجنديه تمام مظبوط نظيف ومكوي وحلو. اول ما دخلت قالوا لي انت بتعرف ترسم خرايط؟ قلت لهم اعرف ارسم خرايط. قالوا طب عندك ايه؟ لوحه كبيره قد الحيطه دي كده، ارسم لنا خريطه بقى عشان خاطر لها شغل عندنا. طبعا الكلام ده ما يتقالش في قعدت طول جيشي ارسم خرايط، اقعد على تليفونات، ابعت رسائل، ما ضربتش واحد. وكتبوا لي في الشهاده مده حرب. ها انا حاربت؟ انا ما حاربتش حد، لكن هي مده حرب. وكمان كتبوا لي قدوه حسنه. تمام ايه الحكايه؟ ما انا كنت مستعد لو كانوا قالوا لي خد السلاح ده اتمرن عليه واضرب بيه كنت هضرب، ما طلبش مني كده. احنا بنقعد لحد ما يجي الرب ارسل امامهم رجل اللي عايزه اعمله، اللي هيقول لك عليه اعمله، وهديك اللي هو ليه، هديك الكفاءه. لكن بسرعه كده عايز اقول رجل الله بياخد دور صعب شويه، وهو دور الشفيع. دور الشفيع وهو حي طبعا على الأرض. بيقول الكتاب في سفر الخروج صح 32 وعدد 10، صح 32 من سفر الخروج ده صح رائع جدا، أنا أنصحكم أن احنا كلنا نقرأ. الرب بيقول للموسى في عدد 10 من سفر الخروج صح 32، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا إيه؟ عظيم. اقرأ معايا كده في عدد 11، فتضرع موسى أمام الرب إلهه قال لماذا يا رب يحمى غضبك على رجل الله يقف قدام الرب من أجل الشعب؟ لكن عدد 12 يقول له إيه بقى؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. موقف الشفيع. أحبائي أنا شايف أن الوقت جري بينا، لكن عايز أقول في سفر العدد الصح 16 وعدد 48 يقول عن موقف رائع جدا لموسى وهارون في وقوفهم قدام المصائب كالشفيع. بيقول فأخذ هارون كما قال موسى وركد، خد المجمرة يعني، وركد إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب. لكن شوف عدد 48 يقول عنه إيه بقى؟ ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. يا حبة أرسل أمامهم رجلا.
ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع، والوباء قد امتنع. شفتوا تأثيره قوي ازاي؟ بس من فضلك سيبه يحركه الرب زي ما هو عايز، ما تحركوش انت بفكر بشري ولا استحسان بشري. سيبه إلهه يتحكم فيه، إلهه يعرف يظبط حياته. أنا هختم معاكم بصفة رائعة جدا، رجل الله مكرم. في سفر أستير الصح 6 وعدد 6 نكتفي بالصفة دي وبعدها نصلي. في سفر أستير الصح 6 وعدد 6 بيقول: ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه؟ ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه؟ رجل الله مكرم، مش من الناس، مش من العامة. كرم ملوكي. يا أحبة، هامان اقترح شوية اقتراحات، لما نشوفها نعرف ان هامان كان ناوي يخلي الراجل اللي الملك هيكرمه هو الملك بالظبط، يلبس لبس الملك ويلبس تاج الملك ويركب على الدابة بتاعت الملك، وأكبر واحد في المدينة يمسك الدابة ويمشي ويشاور عليه ويقول: هذا هو الرجل الذي سر الملك بأن يكرم. تمام. ليه؟ أصل رجل الله إيه؟ مكرم. الرب بيكرمه. وعايز أقول لك: تقدس، طيع، اخضع، تاخد الايه في الاخر؟ اكرام، الكرامة. الرب اللي اديها لك. الرب ادينا نعمة النهاردة ان احنا اقول له زي ما قال له اشعي، الرب ناد: من ارسل؟ قال له: ها انا ذا ارسلني، وله كل المجد. امين. للرب. في ترنيمة أتأمل أن تكون موجودة عندكم، مش موجودة ضمن الترنيمات المهيئة. احنا عرفنا أربع أمور تتمثل في كصفات لرجل الله: القداسة، أن يكون مخصص للرب، الخشوع والطاعة، أن يشفع لشعبه أو لإخوانه، ورجل الله يكون مكرم من قبل الله. أنا راح أخذ نقطة واحدة أركز عليها، وهي الخشوع والطاعة. لما أقول لك مد إيدك على البحر يا ابني، مدها، اوعى تنظر لحجم إيدك، بصغرها وبضعفها. إيدي القديرة، إيد الله القديرة، مسك إيدك، أديها قوة وشدها، وتبقى ونبقى إيد واحدة عظيمة تؤمر بحور
كبشة. أمين. ممكن نقف مع بعض ونختم؟ لما اقول لك مد ايدك عالبحر يبني من دهب وعاتم حجم ايدك بصغرها وبضعفها. لما اقول لك مد ايدك عالبحر يبني من دهب وعاتم حجم ايدك بصغرها والضعفة. ايد القديرة مسكة ايدك اديها قوة شدة. ايد القديرة مسكة ايدك اديها قوة شدة. ونبقى ايد واحدة عظيمة تغمر بحر وتشدها. ونبقى ايد واحدة عظيمة تغمر بحر وتشقها. لما اقولك اوعى تسجد لسه انا بسمع كلامي وصل رسالتي. اوعى تسجد وسط رؤوس ايديك سلامي. لما اقولك اوعى تسجد لسه انا بسمع كلامي وصل رسالتي. وبعد اسمه وسط الأسود أيديك سلام أديك كرامة بين الملوك هنا باسمي ويهابه. أديك كرامة بين الملوك هنا باسمي ويهابه. ويشهدوا قدرة أبوه يا هو القادر ملك قدرة أبوك يا هو القادر ملك الملوك. لما جوليا يقفوا صالة والناس يقولوا مستحيل أبوك أعلن انتصار وأعلن أنه إيدك أسير. لما جوليا يقفوا صالة والناس يقولوا مستحيل أنا عارف إنك نيابة عارف إنك راعي صغير. أنا عارف إنك نيابة عارف إنك راعي صغير. لكن بقوة اختباري أعمل مستحيل. لكن بقوة اختداري أنا أعمل مستحيل. لما لك اللي في ايدك ما تقولش يبني قليلي اشبع عالم الناس وسيدة بخمسة رغيفة وسمكتين. لما اقول لك اللي في ايدك ما تقولش يبني قليلي اشبع عالم الناس وسيدة بخمسة رغيفة وسمكتين. امشي معاك وافضل سنين ملجأ وقوة ومعين. امشي معاك وافضل سنين ملجأ وقوة ومعين. واللي بتقول عليه لين اشتياقك بيطول السنين. واللي بتقول عليه لين اشفي عني طول السنين. امين. لنا كل المجد. ربي يبارككم. فضائل
طيب خلونا نكرم الرب بعطايانا. فهتعدي علينا البتاع القرمزية الأول دي بتاعت احتياجات الجمعية اللي هي اللون القرمزي دي أو الأحمر الداكن، إنما النيفي بلو دي اللي هي التانية دي بتاعت احتياجات الشرق الأوسط اللي هي بنسمعها كل كوارتر في شهر 3 و6 و9 وديسمبر. دي يعني زي ما انتم حضراتكم عارفين دي بس كل 3 أشهر علشان الناس المحتاجين في الشرق الأوسط، ونشكر الرب من أجل عطاياكم. نشكر الرب أحب من أجل كلمة الله لنا في هذا المساء. ربي يقدس قلوبنا، وزي ما بيقول في كورنثوس الأولى صح 16، كونوا رجالا تقوى. طبعا الكلام ده للرجال وللسيدات. اجتماعاتنا كما هي في أيام الجمعة الساعة 7:30 مساء هنا في هذا المكان، واجتماعات الصلاة على زوم يوم الاثنين ويوم الأربع الساعة 7:30 مساء، واجتماع درس الكتاب يوم السبت الساعة 7:30 مساء برضو على الزوم. يعني أطلب من الجمعية أن هي تشاركنا الصلاة، لأن احنا يعني ما زلنا في مناقشات هل ندعي خدام هذه السنة للنهضة ولا لا. فأنا أرجوكم أنكم تشاركون الصلاة علشان الرب يقودنا في اتجاه صحيح. في ناس غايبة، بس الأخ جون بعت لي، الأخ جون زعرب بيقول أنه هو كان عند الطبيب الأسنان فيبدو أنه هو متألم شوية، فنصلي من أجله. بس ما عرفش عائلة الأخ مفيد والأخت هيفاء، ما عرفش ما حضر. نعم الأخت بنتهم تعبان، الأخت نادين. طيب أوكي، طيب الرب يتنازل ويتحنن. الأخ سامي هيكون معانا الجمعة اللي جاية واللي بعدها، بس آخر جمعة في الشهر مش هيكون معانا، عنده خدمة في مكان تاني، بس أول جمعة في جولاي برضو هيكون معانا. فنصلنا الرب يكمل استخدامه ليه ويديله قوة. وأنا بس عايز أذكر على فكرة الخدمات دي شيء مش سهل. يعني الواحد لما أنا بنفتكر أنه مش زرار كده بيضغط عليه الواحد يروح يطلع كلام، فأنتوا صلوا أن الرب يعطيله قوة وكلام من عند الله حتى ما يقدمه، ويشبع هو بالكلام ويشبع شعب الله. خلونا كده نقف ونختم بالصلاة الربانية. نشكرك يا سيدنا الكريم من أجل كل ما أسمعتنا إياه. ما فيش يا رب غيرك، اللي غير اللي هو أكمل كل هذا، فقد كنت عبد الله عبد يهوى. ده كان يا رب مقامك، وأنت يا رب في الجسد عندما تخليت عن مجدك وخدت يا رب صورة بشريتنا. لكن يا رب بنشكرك لأنك أكملت يا رب، كنت المطيع، كنت المقدس، كنت الجاهز، كنت المكمل، وكنت الشفيع يا سيدنا لنا. خلينا يا رب نتمثل بيك يا سيدنا، ونكون يا رب لنا قلوب يا رب، قلوب الرجل المقدس المطيع الذي يا رب يشفع ويتشفع من أجل إخوته. أشكرك يا رب من أجل ما أسمعتنا إياه. أشكرك أيضا يا رب من أجل عبدك عصام الذي قدته في ترنيمات. بارك يا رب ما تبقى لنا في هذه الليلة، واسمعنا عندما نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. أنا كفف أنا أعطي اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا نزمنا في تجربة، لكن نجينا من الشر إلى ملك والقوة المجد إلى الأبد. آمين.